يعني اخبار هنا مؤتمرات. طيب يعني انت استاذ ناجي، بعض التيارات وبعض الحركات التي ترفع شعار حقوق الاقباط، يعني حتى كلها مسمين، انا يعني برفض تماما حركه الاقباط ومش الاقباط دول مصريين، يعني انا انت تتحدث كمصري، انت هنا تتحدث على اساس طائفي. انا مش هشرح لكم. يا مايكل انت تتحدث على اساس طائفي. لا اتفضل يا استاذ ناجي، اتفضل. في فتره سابقه لعهد الرئيس السيسي كان هناك حكومات لها مواقف مايعة مع الأقباط، مواقف مش محددة لحساب الأقباط المضطهدين. فظهرت الحركات القبطية لتبني الدفاع عن الملف القبطي. جميل. وخرجت هذه الحركات بدافع وطني قبل أن يكون بدافع قبطي. هذا وقت ما كانت هناك حكومات لها مواقف مايعة مش محددة. تمام. مش منحازة للمواطنة، مش منحازة للأقباط، لا للمواطنة كالمصريين كأقباط مواطنين من الدرجة الأولى في هذا البلد. تمام. فظهرت هذه الحركات، وتصاعد دور هذه الحركات في فترة حكم محمد مرسي، خاصة مع حرق الكنائس والاعتداء على الكنائس ومحاصرة الكاتدرائية. فتصاعدت وتيرة النبرة ارتفعت. ليه؟ لأن هناك تقاعس واضح من رئيس الدولة نفسه، فشجع الحركات المتطرفة لحرق وهدم والإساءة للأقباط. وإحنا نعلم جميعا المشهد اللي إحنا شفناه حينما تم محاصرة الكاتدرائية في أيام البابا شنودة الثالث في من قبل جماعة من حزب النور السلفي. أيوه. لكن عقب 30 يونيو سقطت ورقة الطائفية، وأنا أعتقد أنها سقطت إلى الأبد، وسقطت إلى الأبد وتمزقت في الحادثة بتاعت دبح الأقباط في ليبيا. جميل. يعني إذا كانت سقطت في 30 يونيو في حادثة دبح الأقباط في ليبيا، اتمزقت وانتهت ليس في قاموس المصري فقط ولكن على مستوى العالم، لأن العالم الآن مش الأقباط بس يقف منبهرا لرئيس مصري اسمه عبد الفتاح السيسي. جميل. فعل أكتر مما نتصور أو نتوقع، لدرجة أبهرت زعماء العالم اللي هم المحنكين بالسياسة. فإنها النهاردة نحن أمام موقف سقطت فيه الطائفية، وأمام موقف فيه تجاوزنا ما يسمى بالطائفية. أصبح الملف القبطي هو ملف مصري. أمام هذا التحدي نحن أمام رئيس زار الكاتدرائية خلال 3 أشهر 3 زيارات. أول مرة رئيس دولة يزور الكاتدرائية 3 زيارات، تانية بعيد الميلاد وعيد القيامة وفي التعزية عشان خاطر الشهداء. الكلمة التي ألقاها في ليلة العيد دي وثيقة، دي كلمة تتكتب في التاريخ. الكلام اللي قاله في ليلة عيد الميلاد دي وثيقة تاريخية. اللي عمله الطلعة الجوية دي ما كانتش عشان الأقباط، دي كانت عشان مصر والمصريين. هذه التصرفات اللي هي رجعت للمصريين شموخهم وإحساسهم بالعظمة، إن الجيش ده بتاعهم. عشان كده المنشط بتاع الاخبار اللي صدر اللي طلع النهارده، تسلم يا جيش بلادي، ده فعلا تسلم يا جيش بلادي. القوات اللي راحت حاربت وضربت في ليبيا دول الواحد ينحني لهم، زي ما بنحني للشهداء اللي اتذبحوا انا بنحني للي عمل عمليه صقر الاقباط. فهنا احنا امام موقف مختلف. يعني اعتقد ان كلمه انا قبطي وانا بتزعم حركه قبطيه او انا مهتم هذه الحركات انتهت تماما. نحن امام موقف اخر. مصر الان في مرحله حرب من الشرق ومن الغرب، من جوه هناك في سيناء وهناك على الحدود داعش، وداخل مصر تفجيرات بشكل يومي. التفجيرات تستهدف ضباط الشرطه وضباط الجيش، ودول مصريين زي وزيك. هنا امام موقف مختلف. فهنا لابد ان احنا اذا كانت الدوله بادرت باسقاط ورقه الطائفيه، فانا من الاولى لي ان ابادر واشجع الدوله على هذا المنهج الجديد الذي لم يكن متوقعا لاي حد. فاحنا امام موقف جديد لازم احنا نقف نشجع الدوله. خليني عشان نكمل.